صباح الخير وأهلا بك الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد في فلسطين. أنت موجود اليوم باجتماعات الدولية السنوية لصندوق النقد الدولي والورد بانك. فلسطين ليست عضو في صندوق النقد الدولي، ولكن مع ذلك صندوق النقد هو معني بشكل رئيسي بالاستقرار النقدي والمالي للدول بشكل عام. ما هي المباحثات التي تجريها سلطة النقد مع IMF؟ وهل من المتوقع أن يكون هناك أي مساعدات من قبل صندوق النقد الدولي لدولة كفلسطين ليست عضوة في وضع السلطة الفلسطينية لديها الكثير من المشاكل المالية؟ يعني صحيح نحن لسنا أعضاء بعد، ولكن نحن لدينا برنامج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من 94، وهم يساعدوا في يعني التنمية في فلسطين. هذا البرنامج عبارة عن مساعدات فنية، ومع البنك الدولي لدينا تراست فند يقدم مساعدات، تقوم بمساعدة الموازنة العامة، وأيضا في المشاريع المختلفة التي يقوم بها البنك الدولي، سواء بنية تحتية أو مشاريع تخفيف الفقر وما إليه، بالإضافة إلى يعني تعزيز القدرات في المؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا نحن نتطلع إلى اليوم الذي نصبح فيه أعضاء كاملين، وهناك عملية سياسية تقوم بها الحكومة بالانضمام إلى المؤسسات الدولية. تم البدء في الأمم المتحدة، في ICC، محكمة الجنايات الدولية، وهناك قائمة، وأنا متأكد أن على هذه القائمة في الوقت المناسب ستكون عضوية صندوق النقد الدولي إن شاء الله. هل هناك أي مباحثات بخصوص قرض؟ لا، احنا القروض يعني لدينا يعني صندوق من خلال البنك الدولي، والممولين او الدول المانحه تقوم بدعم هذا الصندوق، وهذا الصندوق يقوم بالمساعده سواء في دعم الموازنه العامه او الخزينه الفلسطينيه، وايضا مشاريع مختلفه مهمه على الارض. طب خلينا ننتقل شوي على الاحداث الاقليميه التي اثرت في منطقه الشرق الاوسط بالفتره الاخيره. يعني نحن عم نتحدث ليس فقط عن المشاكل والاحداث الجيوسياسيه، وانما نتحدث ايضا عن موضوع تراجع اسعار النفط، موضوع كان مهم جدا لاقتصاديات المنطقه. كيف تاثر الاقتصاد الفلسطيني؟ يعني طبعا تخفيف سعر، يعني الدول المنتجه للنفط تتاثر سلبا، الدول الغير منتجه تستفيد من انخفاض سعر، فهناك بعض التاثيرات الايجابيه فيما يتعلق بانخفاض سعر البترول، خفف من الازمه الماليه، وبالاخص اذا كان هناك دعم من بعض الحكومات لأسعار النفط في بلادها، وأيضا تكلفة الكهرباء ودعم أيضا في مجال الكهرباء، فهذا انخفاض كان له أثر إيجابي يعني. ولكن الوضع بشكل عام في المنطقة العربية وضع صعب جدا جدا، وعدم الاستقرار السياسي والحروب التي نمر بها تؤثر بشكل كبير على الاستثمار وعلى الحركة الاقتصادية وعلى التبادلات التجارية، وبالتالي الوضع يعني صعب. طيب خلينا نحكي شوي عن موضوع المحفظة الائتمانية للبنوك في فلسطين. نحن عم نتحدث عن حوالي 7 بنوك من أصل 16 تعمل في من الأصل هي أردنية، وبنعرف بأنه المحفظة الائتمانية فيها قسم كبير تذهب إلى الحكومة. مع هذا الوضع الصعب للحكومة الآن، قد ممكن يأثر على تعسر دفع هذه القروض؟ يعني نحن الحمد لله قمنا ببناء جهاز مصرفي قوي ومتين. المعايير المهنية المصرفية لجهازنا المصرفي هي من الأحسن في المنطقة. على سبيل المثال، نسبة الملاءة المالية، معدل الملاءة المالية للبنوك العاملة في فلسطين سواء أردنية أو فلسطينية أو أجنبية، لدينا بنك أوروبي واحد، هي فوق 19%، وبينما المعدل في بازل 2 و3 هلأ حوالي 11%، وبالتالي الملاءة المالية جيدة. ونسبة التعثر في جهازنا المصرفي بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها سلطة النقد تعتبر من الأقل في المنطقة. لدينا نسبة تعثر لا تتجاوز 2.6%، بينما المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 6.5%. يعني ما في أي تخوف من أن يكون هناك تعثر؟ هناك طبعاً هناك حذر، ونحن في سلطة النقد نقوم بفحص جهد ربعي للجهاز المصرفي، ونتطلع بشكل أساسي على اقتراض الحكومة من الجهاز
الجهاز المصرفي، ونحن حددنا معايير لهذا الاقتراض بحيث أنها لا تتجاوز معيار معين، وهو أن لا تتجاوز رأس مال الجهاز المصرفي. مقارنة بالدول العربية الأخرى، نسبة الاقتراض في يعني بالنسبة للناتج المحلي هي يعني بالثلاثينات، بينما في معظم الدول العربية تتجاوز 80%، يعني حتى في منهم تصل تتجاوز 100%. وبالتالي بحجم المخاطر التي مواجهها، سواء مخاطر الاحتلال أو مخاطر الانقسام أو التقلبات الجيوسياسية، هذا المعدل هو معدل معقول ونحن نحافظ عليه. ومؤخرا قمنا بإبلاغ الحكومة أننا نقترب من المعايير، من هذه المعايير، وأن قدرتنا على الاستمرار بالإقراض للحكومة ستتراجع بشكل تدريجي. ونحن على مشارف، يعني نحن قلنا أن لا يجب لا تجاوز 1,400,000,000 أو فوق ذلك بشيء يسير، ونحن نقترب من هذا الرقم، وبالتالي على الحكومة أن تدبر أمرها بحيث تكون جاهزة أنه البنوك، بالأخص البنوك الفلسطينية بالتحديد، تقترب من معاييرها المهنية التي نحافظ عليها. عم بيكون هناك دفع من الحكومة، وكيف عم بتكون هذه الدفعات؟ هذه القروض هي قروض قصيرة الأجل، وتسدد أيضا من خلال الإيرادات المحلية. لكن كما تعلمين مؤخرا قامت إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بشكل غير شرعي، وهذا أثر بشكل كبير على أداء الحكومة، وتم تخفيف الرواتب، خفض الرواتب إلى 50% من حجمها الأصلي، وهذا كان له أثر كبير على الاقتصاد. ونحن نطلع إلى إعادة هذه الأموال بالقريب العاجل، لأن المشكلة ستتفاقم إن استمرت يعني لفترة أطول. كان بالفترة الأخيرة في تصريح لبنك إسلامي بالعمل. بداية، كم يتحمل السوق الفلسطيني المزيد من البنوك، وقديش هناك ربما potential للصيرفة الإسلامية التي تعتبر الآن من أهم المواضيع على طاولة صناع القرار والمحاولين أنه يكون في استثمار أكثر في هذا المجال؟ يعني من الخطط الإصلاحية التي نجحنا فيها أننا قمنا برفع الملاءة المالية من خلال رفع رأس مال الجهاز المصرفي، وشجعنا عملية الاندماج بين البنوك، ونجحنا في ذلك بحيث أنه كان لدينا 21 بنك والآن لدينا 16 بنك، من خلال عمليات دمج، من خلال تصفية البنوك الضعيفة أو معالجة البنوك التي كان وضعها يعني بحاجة إلى معالجة، من خلال إعادة هيكلة، ونجحنا في ذلك، وأصبحت كل البنوك الفلسطينية تحقق أرباح ومعاييرها المالية مهنية جيدة. لدينا مجال، لأنه كان لدينا 3 بنوك إسلامية، ونحن قمنا بعملية دمج بين بنكين، وبالتالي لدينا رخصة إضافية لبنك إسلامي، ولكن وضعنا معايير جديدة. أننا بحاجة إلى أدوات إسلامية جديدة في السوق، وليس العمل بالأسلوب التقليدي، لأن فعلا الصيرفة الإسلامية في فلسطين بحاجة إلى تطوير، وأن إمكانيات تطويرها وإمكانيات استيعاب السوق للصيرفة الإسلامية متوقع أن تكون 20% من حجم السوق، وهي ما زالت في 7-8% يعني بحد أقصى في وضعها الحالي. ومن هنا وافقنا على أن يكون لدينا بنك برأس مال قوي، يعني سيكون رأس مال هذا البنك 75 مليون دولار، وأيضا بشرط إدخال أدوات صيرفة إسلامية جديدة تحاول أن تطور السوق وتساعد البنوك الأخرى أيضا في التعامل، وتضيف أدوات إسلامية جديدة كالسقوق وما إليه للسوق الفلسطيني. هناك توجه للتحول من سلطة نقد إلى بنك مركزي. هناك أصوات تتعالى بأنه كيف لسلطة النقد أن تقوم بالتحول إلى بنك مركزي من دون أن يكون هناك عملة للسلطة، بحيث تستطيع من خلالها أنه يكون في تأثير وسيطرة على الانترست ريت، على الانفليشن ريت. كيف تجيب على هذا؟ يعني هي أحد أهم العناصر التي هي سبب الضعف هي عدم سيطرتنا على السياسة النقدية في فلسطين. وأننا بحاجة لأن نبني سياسة نقدية سليمة في المستقبل. ومن هنا كانت عملية التحول. نحن ابتدأنا في عملية التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات منذ عام 2006، وقمنا تدريجيا بإصلاح سلطة النقد، بإصلاح الجهاز المصرفي، بتحسين العلاقة بين المواطن من خلال سياسات الاجتمال المالي، ووصلنا إلى مرحلة الآن أننا بحاجة إلى أن نضع اللبنات الأساسية لكي يكون البنك المركزي عندما يأتي الوقت المناسب. طبعا السيادة هي أحد أهم العناصر التي
التي تطيح لنا أن نصدر العملة. ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الدول التي استقلت وتجاربها في السياسة النقدية، في المعظم كانت تجارب فاشلة وواجهت مشاكل عديدة لأن مقومات النجاح لم تكن موجودة. وأحد أهم مقومات النجاح هي استقلالية البنك المركزي، وبالتالي نحن معنيين في هذه المرحلة بإصدار قانون البنك المركزي، ليس لإصدار العملة لأنه لدينا في قانون الحالي إمكانية إصدار العملة في الوقت المناسب، ولكن لتعزيز هذه الاستقلالية بحيث تحدد بشكل أوضح العلاقة بين الحكومة وبين البنك المركزي، وتضع شروط على هذه العلاقة بحيث لا تؤثر على السياسة النقدية، لأنه تقليديا الحكومات أهدافها تريد أن تكسب الانتخابات أو تنجح، وبالتالي تنظر إلى المدى القصير بحاجة إلى أن تريح السوق في فترات لكي تحصل على رضا الناس، ولكن البنوك المركزية مهمتها الحفاظ على استقرار الأسعار والتضخم، أن يكون التضخم قليل، وبالتالي هي تنظر إلى المدى المتوسط والمدى البعيد، وهذا التناقض يجب إيجاد علاقة مناسبة بينهما بشكل أنه لا تستطيع الحكومة أن تؤثر على قرارات البنك المركزي في المدى القصير، لأنه بالنهاية سيؤثر على استقرار الأسعار وسيؤدي إلى التدهور الذي حصل في كثير من البلدان بالأخص في العالم الثالث بسبب عدم وجود وضوح في استقلالية البنك المركزي. وطبعا بدي أشكر لك تواجدك معنا دكتور جهاد الوزير، وإن شاء الله كل التوفيق لكم في مساعيكم هنا. شكرا لكم. خليك هلا. We're gonna keep. We have two more questions, but those are separate. نحا. لا بدنا نأخذ سؤال يكون فيه هيك شوية هذا. أكبر المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة العربية. عدم الاستقرار السياسي، يعني الحروب التي تكون في المنطقة تؤثر على الاستثمار، تؤثر على الحركة الاقتصادية، على التجارة البينية وهي ضعيفة يعني بالأصل، وبالتالي نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل ما يجري في العالم العربي والنظر لمعالجة هذه المشاكل حتى نعود إلى التنمية. ما هي المخاطر الأكبر التي تخيفك بالاقتصاد العالمي؟ طبعا يعني نحن خرجنا من أزمة مالية عالمية، ولكن الكثير من الدروس التي كانت السبب في الأزمة المالية السابقة لم يتم التعلم منها، وما أخشاه أننا أن نعود إلى مرحلة النمو السريع وارتفاع الأسعار الموجودات وعدم الانتباه للمخاطر التي مررنا عليها في السابق.